ينضم إلينا من كييف دكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني، وأيضا من موسكو علا شحود الكاتبة والمحللة السياسية. أهلا بكم. أهلا بكم. إذن أبدأ معك دكتور عماد، واسمح لي أن أقول لك في أي سياق اليوم ممكن أن تقرأ خبر اندلاع حريق في هذه القاعدة العسكرية في منطقة كيرفسكي شبه جزيرة الكرم؟ يعني حقيقة أوكرانيا كما نعرف أنها تراهن على استعادة كامل أراضيها، وأعلنت رسميا أن القرم هو إحدى الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها بشكل غير قانوني، وأن الجسر أيضا غير قانوني، وبالتالي لها الحق استهداف الجسر واستنزاف القوات الروسية في شبه جزيرة القرم. نحن الآن اليوم الثاني وهذا اليوم الختامي لمؤتمر القرم هنا في العاصمة كييف، والذي طوال الحديث فيه كان عن المجال لحقوق الإنسان والمعاناة التي يعيشها سكان القرم، إضافة إلى المشاريع التنموية التي ستقام في حالة استعادة القرم. إذن أوكرانيا واضح أنها تمضي قدما في كل المجالات أو المسارات للوصول إلى استعادة شبه جزيرة القرم. لا أنسى أن أقول أن الاستهداف اليوم حقيقة كان كبير جدا، لأن القاعدة التي تم استهدافها هي تحوي كذلك مستودع للذخائر، وواضح كان ذلك من حجم التفجير وحجم تبعاته الذي اقتضى أيضا إجلاء قرابة 2000 مدني من الأربع قرى مجاورة للمنطقة. إذن أنتقل إليك سيدة علا، في ظل هذا الوضع من يا ترى تعتقدين أنه الطرف المسؤول عن هذا الهجوم وفقا ما لديك من معلومات؟ طبعا مساء الخير. يعني كان من اللافت أنه لم يكن هناك أي تصريح رسمي واعتراف رسمي لا من الجانب الروسي ولا من الجانب الأوكراني. يعني صدر تصريح من رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية على قناته الخاصة على تويتر كما أعتقد، ومن ثم تم تكذيب هذا الخبر بالإدعاء أنه تم تهجير صفحته. أما من قبل الجانب الروسي، وهذا صراحة ما يثير استغرابنا، أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح من الكرملين أو وزارة الدفاع أو من أي مصدر رسمي آخر. هذا التعتيم والتكتيم السري ربما يحمل في خفاياه مفاجأة كبيرة من العيار الصغير، وهو انتقام روسي لما حصل. أعتقد أنه هذه الليلة القادمة ستشهد الكثير من التصعيد والتوتر العسكري في هذه المنطقة، وخاصة أنه هذه الضربات المتوالية، يعني بعد استهداف جسر القرم الذي تعتبره السياسة الروسية استهداف لشخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، وخاصة أنه يعتبر هذا الجسر إنجاز شخصي خاص به ويتباهى به دائما كما يتباهى الروس به. يعني هذا الجسر الذي بناه بوتين منذ 5 سنوات، هذا ثاني استهداف له على مدى أقل من 9 شهور. لهذا أعتقد أنه الوضع متوتر للغاية، والدليل على هذا أنه اضطرت مقاطعة دونيتسك أن تلغي الحظر الليلي، حظر التجوال الليلي، لتفتح الطريق أمام شاحنات الإطفاء والإغاثة من أجل الوصول، لأنه تم قطع الطريق بعد هذا التفجير وبعد هذا الحريق الكبير الذي سوف يستغرق ربما يومين ربما أكثر لإطفائه. يعني لحد الآن لا يوجد أي اعتراف رسمي لا من الجانب الروسي ولا من الجانب الأوكراني على من الفاعل، لكن بكل تأكيد الاتهامات تشير إلى الفاعل هو الجانب الأوكراني. إذن دكتور عماد أنتقل إليك، وكيف تقرأ التقارير التي تفيد بأن أوكرانيا قد قصفت دونيتسك أكثر من 100 مرة خلال 24 ساعة الماضية؟ أنا أقول ذلك عبر القاهرة الإخبارية وعدة قنوات، في ظل عدم وجود مسار موازي للمواجهة والحرب، وأعني به التفاوض والحوار الدبلوماسي. للأسف الآن مرحلة يعني كسر العظام كما يمكن أن يعني نوصفها، فبالتالي شراسة الحرب وشراسة ربما وشدة يعني نتائجها ستكون في هذا الشهر والشهر القادم. لماذا؟ لأن كل طرف يحاول أن يثبت أقدامه في الأرض التي يسيطر عليها أو يستعيد مناطق جديدة حتى يكون جاهز في بداية الشتاء عند الجلوس للتفاوض، إن كان هناك تفاوض سريع أو قريب أن يكون. ما هي دكتور يعني دكتور عماد اسمح لي، ما هي نسبة حدوث هذا التفاوض على بداية الشتاء؟ أنا باعتقادي يعني حقيقة أنا لا أقول أن روسيا استنزفت، روسيا لديها إمكانات وربما أيضا لديها حلفاء ربما بشكل مباشر أو غير مباشر
يدعموها لإيجاد نوع من التكامل معها في ما يواجه بشكل يعني عام من تحديات مشتركة. ولكن في المقابل أوكرانيا هي لوحدها لم تقوى ولن تقوى على المواجهة، ولكن وجدت أمرين، الأمر الأول داخلي وهو وحدة الصف الأوكراني ووحدة الشعب وحتى قوى المعارضة التي جمدت خلافاتها، فالكل متحد للمواجهة، وهذا عزز إمكانية دعم أوكرانيا من حلفائها وخاصة من الناتو وأمريكا وبريطانيا الذين لم يبخلوا، وواضح أنهم سيستمروا في الدعم، وهذا الدعم علني ليس خفي. وأيضا الوعود التي تمنح إياها أوكرانيا ليس فقط في الانضمام ما بعد الحرب للناتو بل في استمرارية الدعم خاصة من مجموعة السبع الكبار، فهذا يعني أن الأيام المقبلة قادمة على يعني مواجهة طويلة الأمد. ولكن إلى متى ستكون هذه المواجهة؟ الشتاء عندنا قارص، سواء كان على الحدود الروسية أو الأوكرانية، هناك أنهار، هناك بحيرات، هناك تضاريس يصعب فيها التنقل حتى للحافلات أو المدرعات أو الدبابات، فبالتالي ستتقلص يعني العمليات الهجومية البرية اللي تتحول إلى هجمات بالصواريخ أو في المدافع، وهذا أيضا سيعني أن هناك استنزاف كبير وللأسف يعني ضغط على الجانب المدني. لكن هذا قد يكون أيضا سبب في تحريك مسار المفاوضات بشكل أو آخر. إذن سيدة علا، هناك بعض التحليلات التي قد ترى أن هذه العملية قد تكون ردا على تدمير روسيا منظومة الدفاع الأوكرانية أوسا في أرتيموفسك، هل تتفقين أنت مع هذا الرأي؟ جزئيا أنا أتفق مع هذا الرأي، ومع أيضا أنه هي انتقام لرفض روسيا تمديد صفقة الحبوب التي يعني جرى من يومين، في يوم الاثنين الماضي رفضت روسيا تمديد صفقة الحبوب، وهذه أيضا تعد ضربة قاسية جدا لأوكرانيا، كما تعد ضربة أقوى للجانب الغربي الذي في الحقيقة هو المستفيد الأكبر من نتائج أو من أرباح تمديد صفقة الحبوب ومرور سفن الحبوب عبر البحر الأسود، وأيضا استهداف روسيا لأوديسيا بصواريخ كاليبر، وأيضا انتقام لفشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في 4 يونيو وفشل بسبب التحصينات والدفاعات الروسية الكبيرة. يعني اليوم روسيا أعتقد تعزز مواقفها يعني على في كوبيانسك في خاركيف وليمان أيضا في دونيتسك، وهذا كله يؤدي إلى تقدم روسيا في هذه المنطقة وحصر القوات الأوكرانية العسكرية والتضييق عليها أكثر، وهذا بكل تأكيد ليس من صالح العسكرية الأوكرانية في هذه المنطقة. لهذا أعتقد أن موقف اليوم روسيا موقفها أقوى بكثير من الموقف الأوكراني، ربما تضرب أوكرانيا الكثير من المواقع الروسية المهمة، وحقيقة سوف يعني تحصل نتائج لهذه الضربات تؤدي إلى توتر العملية العسكرية وربما توتر يعني لتقدم القوات الروسية، وخاصة اليوم بعد يعني تفجير جسر القرم يعني تم تقويض خطوط الإمداد التي تصل ما بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية، وتم أيضا في شبه جزيرة القرم حصر عشرات الآلاف من السياح الروس الذين يقضون عطلتهم الصيفية هناك على الشاطئ. لهذا بكل تأكيد هذه الضربات تؤدي إلى نتائج في إبطاء تقدم القوات العسكرية الروسية، لكن ما نراه دائما روسيا لا تعير اهتمام بهذه الضربات، ونرى بعد كل ضربة أوكرانية تشديد. إذن وصلت الفكرة سيدة علا. أنتقل إليك دكتور عماد، وتزامنا مع حادثة الكروم أعلنت روسيا أنها فجرت لغما بحريا أوكرانيا تم زرعه بشمال شرقي مضيق البوسفور، هل يمكن أو يمكن أن نقول أن هذا العمل قد يكون ردا روسيا مقابلا على الاستهداف الأوكراني للكرم؟ واضح أن روسيا بالتأكيد كلما ضربت في الداخل الروسي أو في المناطق التي تسيطر عليها تحاول بأسرع وقت أن يكون هناك رد ورد عنيف، أو تحاول أن يحدث تأثير ليربك القرار الداخلي الأوكراني، وأيضا يدفع أوكرانيا بشكل أو آخر إلى تخفيف تحديد الأهداف في العمق الروسي. نحن كنا نتوقع حقيقة منذ استهداف هذا الجسر، سواء كان هناك فعلا إعلان مباشر من الحكومة الأوكرانية والجيش الأوكراني لتبنيه لهذه العملية أو لم يكن، بكل الأحوال روسيا كانت ستستهدف المدن. نحن هنا في العاصمة كييف يعني
وجهت عدة صواريخ وطائرات مسيرة أسقطت، ويعني حظنا أنها لم تقع كالعادة على مباني سكنية، ولكن العنف الأشد كان في مدينة إديسا، أوديسا ومدينة ميكالايف. هناك بنى صناعية في مدينة أوديسا، هناك في ميناء تشيرنومورس، نعرف هناك ثلاث موانئ، ميناء يوجني وأوديسا وتشيرنومورس، فهذا الميناء تعرض لضربة، وخاصة أن هناك صوامع ومخازن للحبوب عادة يتم تجميعها لإعدادها للتصدير عبر البواخر. فللأسف تم الإعلان رسميا أن أوكرانيا فقدت 60,000 طن منها، إضافة إلى أضرار في الميناء، ناهيكم عن أضرار في بنى تحتية أخرى في مدينة ميكالايف. هذا يعني أن الضربة كانت موجعة فعلا، ولكن هل هذا سيوقف أوكرانيا؟ لا أعتقد. باعتقادي أن لكل فعل ردة فعل، فأوكرانيا ستحاول كذلك أن تضرب من جديد في مناطق موجعة لروسيا. وواضح أن التفجير الذي حدث اليوم، وربما يكون حدث يعني بتأثير أوكراني من داخل القرم، ربما هناك مواطنين أوكران أو قوة أو يعني جهة محددة، كل ذلك سيعلن لاحقا، لكن بكل الأحوال الضربة موجعة أيضا لروسيا، وأيضا في حالة استهداف الجسر مرة أخرى وإحداث شلل كامل لأي تنقل عسكري عبر هذا الجسر، وسواء من وإلى، فهذا يعني أن أوكرانيا مستقبلا متجهة نحو شبه جزيرة القرم لاستعادتها، كونها تربطها معها حدود برية من خلال خيرسون. إذن أنتقل إليك سيدة علا مجددا، وفي الحديث طبعا عن أزمة الحبوب، في ظرف كهذا أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن روسيا قصفت عمدا مخازن الحبوب والموانئ بأوديسا، في أي سياق ممكن أن تقرأي هذا الإعلان الأوكراني؟ وسؤالي الثاني لك، هل يمكن أن يكون هو أحد أسباب المهمة لاستهداف القرم؟ هلا بالنسبة لتصريحات الجانب الأوكراني عن قصف روسيا لمواقع الحبوب، يعني أنا لا يتوجب علي تصديق ما تصرح به القيادة الأوكرانية ووسائل الإعلام الأوكرانية، لأنه ما أعتقد أنه هناك تكذيب لهذه الأخبار من الجانب الروسي. أيضا من الناحية الثانية، ضربت روسيا ضربت أوديسا اليوم، كما تعتقد روسيا أنه من هناك تم التحضير لتفجير القرم واستهدافه، وكما قلنا في البداية يعني اليوم هو أكبر خطأ وقعت به الجهات الأوكرانية هي قيامها باستهداف جسر القرم الذي هو يعد استهداف لشخص بوتين شخصيا. جسر القرم هو يعني يحظى بأهمية كبيرة جدا لدى الروس ولدى القيادة الروسية، هو أكبر ممر بري، أكبر جسر بري في أوروبا، يصل البر الروسي بشبه جزيرة القرم. اليوم يعني هذا الاستهداف أعتقد أن روسيا لن تصمت عنه، وسوف نشهد في الأيام القادمة الكثير من الضربات الانتقامية إلى حد كبير، يعني لن تصمت روسيا على هذا الاستفزاز، وخاصة أيضا منذ يومين عندما رفضت روسيا تمديد صفقة الحبوب، كان زيلينسكي يصرح ويطالب من قادة الدول الأوروبية عدم الاكتراث برأي القيادة الروسية وعدم الاكتراث برفض تمديد صفقة الحبوب، بمعنى أنه لنمرر الحبوب في البحر الأسود ولتفعل روسيا ما تشاء، وهذا استفزاز وتحدي كبير للجانب الروسي. ليس من عادة روسيا أن تتحمل كل هذا الاستفزاز بدون رد، يعني اليوم ضربات عسكرية، استفزاز بتصريحات سياسية، هذه التصريحات وهذه الضربات هي استفزاز كبير للجانب الروسي. واليوم يعني كما قلنا يومين متتاليين تفجير الجسر ومن ثم هذا الحريق الكبير، هو ضربة موجعة وكبيرة للجانب الروسي، من غير المنطقة أن يصمت عنه. شكرا لك، وصلت الفكرة. علا شحوت كنت معنا من موسكو، الكاتبة والمحللة السياسية. شكرا لك دكتور عماد أبو الرب على كل هذا التحليل، رئيس المركز الأوكراني كنت معنا من كييف، شكرا لكم جزيلا.